عزمان اعمل يلي بدك اياه بس لا تورطني معك باي مشكله، عم تفهم؟ انت خليك حلحل مشاكل خالك. صحيح شو صار مشان منير؟ صباح الخير. اهلين كريم. مرحبا. تشرب شاي اخي كريم؟ لا لا يسلموا، خلونا نبلش لانه التسليم اليوم المساء. حسن تعال ساعدني بهي. مهند شو صار معك؟ بتدوش تاني لسه. وبتخلص؟ ايه طبعا. هوب احمل. اليوم همتك عالية. ايه والله بتنشط. الله يعطيك العافية. ناولني. يعطيكم العافية. الله يعافيك، تفضل. كيفك كريم؟ اوه فهمي، تعال تعال. مستعجل. ما بدي عطلك. بدي فرجيك على شغلة. شفتها. هاي نور. والتاني مصطفى ما؟ على الأغلب. طيب مرتك قريت الخبر؟ كلياتنا قريناه فهمي. طيب. قلت لحالي بجوز إنه ما قريتوا الخبر بالجريدة. خليني روح لكان، ما بدي إلهيك عن شغلك. أنت لساتك محتفظ برقمها؟ عندي بس رقمها القديم وأكيد هلأ بتكون مغيرته، الجديد ما بعرفه. ماشي يسلم. يلا بخاطرك. شو أخبار لمعي والبقية؟ مناح كلهم مناح. يلا بخاطركم، يعطيكم العافية. ليش ما قعدت شوي؟ لا ما بدي أشغله. شو بكي؟ وين صافني من الصبح؟ اليوم كتير عم تشرطي. أنا؟ اليوم مانك على بعدك فاطمة. لا ما في شي. عيونك عم تلمع وعم تتبسمي لحالك. لا عم تحكي عن جد؟ لكن اليوم رح تقبض، لهيك مبسوطة. لا شو هالحكي سيد محمد؟ فاطمة خدي، هدول إليك بنتي. شكراً لك. مثل ما حكيت؟ لا سيد محمد. شوفي؟ لأنه اليوم أول راتب لإلي، فعم يمزحوا معي. تصرفيهم بالهنا. صحيح فاطمة، جيبي لي ورائك مشان نسجلك بالتأمينات. رح جيبهم، والأسبوع الجاي بحاول كمل ورائي. ما في كاسة شاي؟ فوراً رح جيب لك إياها. يلا
فاطمة تعي بالتليفون. إلي أنا؟ إيه جوزك. ألو؟ فاطمة كيفك؟ شوفي مشان اليوم المساء ناويين كل العيلة، يعني كلنا سوا نطلع نتعشى برا، أنا عازمكن على كباب. ليش؟ ليش؟ لأنه اليوم رح تاخدي أول راتب، ولأنه الوضع مكركب بالبيت بعد اللي ساوته ميسر. قلت لحالي منحاول نهدي الوضع شوي. ومراد قال لي اليوم مشتهي الكباب كمان مشان لمعي يغير جو بعد المشكلة. أي خلص فهمت. شو قلتي؟ أي موافقة بس إذا خايفي مشان الحساب لا تخافي ما مندفعك. لا مو هيك. ما قلتي لي شو؟ أي ما عندي مانع. معناتها بحجز طاولة لليوم المساء؟ اتفقنا. هلأ بخبر الكل. طيب يلا أنت بدي أقول لهم وبتخبرهم كمان. نلتقي بالبيت ونطلع كلياتنا سوا. اتفقنا. شوفك بالبيت. مع السلامة. ايه حسن، الحلاق اللي هون بيكون فاتح حلاق؟ ايه بيكون فاتح. انا رايح لعنده وراجع. بدك تاخدي وحده بس؟ كل شهر باخد وحده، بدي صمدهم. ايه فهمت عليك. يسلموا دياتك. شرفتي مدام. شكرا لك، يعطيك العافية. الله يعافيكي، أهلا وسهلا. مساء الخير. أهلا وسهلا. أنا بدي أعمل دورة سواقة، في أخذ منكم معلومات؟ طبعا. هاد البروشور وهي الاستمارة كمان، تختاري الوقت اللي بيناسبك وتبعتي لي الاستمارة وبتجيبي كل الأوراق المطلوبة. ليك مسجلة هون. ماشي، يعطيك العافية. الله يعافيكي، شرفتي. يسلموا.